سلاوتان لبه خوانکارانی پولیپینج به هیوی سلامتی و تندرسی که باش با هموتن ایسش هاتی نکوتا درز لوحده ششم تراب الارضی اخلا من ذهبی تراب الارضی اخلا من ذهبی و تخولی خاک بنرختر لا آلتون. يحكى أن رجلا هرما اشتد به المرض اجرنو بيوي كبير هبو كان خوش كوتبو فدعا ولديه وقال لهما يا ولدي لقد تركت لكما أرضا وهذا كيس من الذهب فليختر كل منكما ما يشاء واتدكركي بانكر دنو بيوتن كركانم من پرچه زبیو لگل کیسیک آلتون تان بو بجه احیلم هر یکو اوی ایوید با بخوی اختیاری کرد. قال ولد الاسخارو انا آخذ الذهب. کرابچکولکی وطی من آلتونک ابم و قال الولد الاکبرو و انا آخذ الارزا. بلام کراگورکا وطی من پرچه زبیک ابم. مات الاب بعد ايامين باوكاكا دواي چان روشيك مرد فحزين الولدان كثيرا دكرا كزو بيتاقت بون اخذ كل واحد نصيبه من ثروة ابيه هر يكو بشي خويلة او بركا باوكي بوي بجهشت بون بدأ الولد الاكبر يعمل في الارض كرا قولك دستي كربا اشكدن لباجة زبيكا يبذر في ترابها القمح فتعطيه محصولا وفيرا وتدستي كربا تشاندني جنم لزبيكا او ايش برهم بروبومو برهمكي باشي بدستو وبعدما يحصد القمح يزرع موسما اخر وثروته تزداد يوما بعد يوم دوي اوي جنمكي ادوريو بو ورزكي كدي سانوا جنمي اچانو ثروتكي زور زيايك يعني روش لبدورج زياتري دس اكوتو دولامن ترابو اما الولد الاصغر فقط اخذ ينفق من ذهبي بلام كرابشكولكي خريج كي صرف كردني التونا كابو وذهب ينقص يوما بعد يوم يعني التونا كروش لدوي روش كمي اكل وذات مرة فتح الكيسة فوجده فارغا روش كان كيسكي كردو بيني كيسكتشيا بطالة ذهب إلى أخيه حزينا وقال له لقد نفد الذهب الذي أخذته وطرش بولاي برا قورك بيتاقتي بيود أو ألتوني كمن بردم طاوبو أجاب الأخ الأكبر أما ما أخذته أنا فلا ينفد أبدا برا قورك شوتي أوي من بردم قطع نابد وهل أخذت غير أرض مملوءة بالتراب؟ برابش قولك شي بيوت توجي قال لبارش زاويكي خولاوي تشيكو بردوا أخرج الأخ الأكبر كيسا من الذهب وقال تراب الأرض أعطاني هذا الذهب برا قولك كيسيك زاري در هنا وتي خولي زوي أم باري يابا من قال الأخ أصغر ساخرا برابش قولك شي با قال تجاري كو بيوت وهل يعطي تراب الذهب خلق ألتون آيات؟ غضب أخوه وقال الخبز الذي تأكله وثوب الذي تلبسه من تراب الأرض برا قوركشي تراب بيود أو نانيك أي خوي أو جليك لبرتا همو لتشي ودستك لو خولي زوي ودستك قال الأخ الأصغر ما أشد جهلي من شن نزامبو لا تحزن يا أخي بيود بتاقد ما ببراكم كيف لا أحزن وقد أضعت كل شيء شون بتاقدنا بمها مشتكم لدزة إذا نفد الذهب فالأرض باقية بيود بتاقد ما بأكرتو ألتونك ولدس شوى أو زبيكا ما وتو تعالى نزرعها معهن ورا بابيكو زبيكا معن بتشيني ذهب الأخوان إلى الأرض فوجد سنابل القمح تميل وتلمع هردو براكة شون بوسر زبيكو بينيان جن مكا قولي كرتو قولكان بريق آياتو هينو أرون فرح الأخوان وهتفا مع دو براكة دو الخوش بون بيكوو تراب الأرض أخلى من الذهب وتيان خولي زوي بنرخترلا زير
أقرأ: حزن الولدان كثيرا على موت أبيهما. دكرك زور بتاخد من بامردني باوكان، ثم أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه. هريا كان أوي بركب لا أويك باوكي بوي بجهشت من بردي، وبدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض فتعطيه محصولا وفيرا. كرة جورا كان دستي كربا إشكدن لباشا زيكاو وكسروت سامان كباش ليو يدساكو. أما الولد الثاني فأخذ ينفق من الذهب حتى نفد، واتكرا بشكولا كشيا لأعطونا كيس السرف أكردو حتى طاقو. تراب الأرض أغلى من الذهب. يحكى أن رجلا هرما أشتد به المرض، فدعا ولديه وقال لهما: يا ولدي، لقد تركت لكما أرضا وهذا الكيس من الذهب، فليختر كل منكما ما يشاء. قال الولد الأصغر: أنا آخذ الذهب. وقال الولد الأكبر: وأنا آخذ الأرض. مات الأب بعد أيام، فحزن الولدان كثيرا، ثم أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه. بدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض، يبذر في ترابها القمح فتعطيه محصولا وفيرا. وبعدما يحصد القمح يزرع موسما آخر، وثروته تزداد يوما بعد يومين. أما الولد الأصغر فقد أخذ ينفق من الذهب، والذهب ينقص يوما بعد يومين. وذات مرة فتح الكيس فوجده فارغا. ذهب إلى أخيه حزينا وقال له: لقد نفد الذهب الذي أخذته. أجاب الأخ الأكبر: أما ما أخذته فلا ينفد أبدا، وهل أخذت غير أرض مملوءة بالتراب؟ أخرج الأخ الأكبر كيسا من الذهب وقال: تراب الأرض أعطاني هذا الذهب. قال الأخ الأصغر ساخرا: وهل يعطي تراب ذهبا؟ غضب أخوه وقال: الخبز الذي تأكله والثوب الذي تلبسه من تراب الأرض. قال الأخ الأصغر: ما أشد جهلي. لا تحزن يا أخي. كيف لا أحزن وقد أضعت كل شيء؟ إذا نفد الذهب فالأرض باقية، تعال نزرعها معا. ذهب الأخوان إلى الأرض فوجدا سنابل القمح تميل وتلمع. فرح الأخوان وهتفا معا: تراب الأرض أغلى من الذهب. أقرأ: حزن الولدان كثيرا على موت أبيهما، ثم أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه. وبدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض فتعطيه محصولا وفيرا. أما الولد الثاني فأخذ ينفق من الذهب حتى نفد. تراب الأرض أغلى من الذهب. يحكى أن رجلا هرما اشتد به المرض، فدعا ولديه وقال لهما: يا ولدي، لقد تركت لكما أرضا وهذا الكيس من الذهب، فليختر كل منكما ما يشاء. قال الولد الأصغر: أنا آخذ الذهب. وقال الولد الأكبر: وأنا آخذ الأرض. مات الأب بعد أيام، فحزن الولدان كثيرا، ثم أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه. بدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض، يبذر في ترابها القمح فتعطيه محصولا وفيرا. وبعدما يحصد القمح يزرع موسما آخر، وثروته تزداد يوما بعد يوم. أما الولد الأصغر فقد أخذ ينفق من الذهب، والذهب ينقص يوما بعد يوم. وذات مرة فتح الكيس فوجده فارغا.
ذهب إلى أخيه حزيناً وقال له: لقد نفد الذهب الذي أخذته. أجاب الأخ الأكبر: أما ما أخذته أنا فلا ينفد أبداً. وهل أخذت غير أرض مملوءة بالتراب؟ أخرج الأخ الأكبر كيساً من الذهب وقال: تراب الأرض أعطاني هذا الذهب. قال الأخ الأصغر ساخراً: وهل يعطي التراب ذهباً؟ غضب أخوه وقال: الخبز الذي تأكله والثوب الذي تلبسه من تراب الأرض. قال الأخ الأصغر: ما أشد جهلي. لا تحزن يا أخي. كيف لا أحزن وقد أضعت كل شيء؟ إذا نفد الذهب فالأرض باقية، تعال نزرعها معا. ذهب الأخوان إلى الأرض فوجدا سنابل القمح تميل وتلمع، فرح الأخوان وهتفا معا: تراب الأرض أغلى من الذهب. أقرأ. حزن الولدان كثيرا على موت أبيهما، ثم أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه، وبدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض فتعطيه محصولا وفيرا، أما الولد الثاني فأخذ ينفق من الذهب حتى نفد. باوكو كم دو ايو موضوع اتان بباشي خوينو لي تيجشن تمارين اكاني حلقين بس اجو ساين تمارين اكاني چون حلق ديت وكو او نمونيكا بو حلق دوين ام عمودية كم اجياني بعمودي دوان بلان با او بزاين چه معناه مناسبة بوي اشتد به المرض وشوف يا من المرض زاد عليه المرض او يعني نخوشكي زيادكي يختار ما يشاؤون اميان ينتقي ما يشاء يقول ما يشاء بكم معناه أجيند يبذر في ترابها القمح يحصد منها القمح يزرع فيها القمح أين شبت معناه كيتو أجيند ينفق من الذهب يصرف من الذهب يوفر من الذهب لقد نفد الذهب زاد الذهب لم يبقى من ذهب شيء. جوابي أم سؤالنا أيتو باباكم أذكر الشخصيات الحكاية تراب الأرض أغلى من الذهب كان كساتي تيابو تولو لجوابك أنوسي. متى وضع الأب ثروته على ولده؟ كي باوكا ثروتك بشكل لنوع من الله كان يا. كيف كان الولد الأصغر عندما ذهب إلى أخي والكيس فارغ من الذهب؟ براب تشكولك تشوم بكروش بلاي براقولكي كاتي كيس ألطونك ببطالبيني. كيف ساعد الأخ الأكبر أخاه برا قوركي چون يارمتي برا بشكولكي؟ ماذا اكتشف الأخ الأصغر دعي برا بشكولكان چي بودر كوت؟ باوكاكم أم كلماتاني بتيكالي يا يوتاتيتو أم كلم كلماتانا جمليكي مفيدي ليا درستكي. مات أيام فحذنا الولدان بعد الأب كثيرا. ثانيا الأخوان فوجدا إلى سنابيل الأرض ذهب تميل القمح أميد واتريان إذا فالأرض الذهب باقية نفدا. ماكو كم أميكيان الله جمليك بنسوك أم جملي وابه. أما الولد الأصغر فقد أخذ ينفق من الذهب. أم كلماتان ما انهيت أو كلماتان أو فراغاني ببركتها. لذلك أما فاء واو ذات يوم بعد أيام ثم فراغ دعا رجل هرم ولديه فراغ قال لهما يا ولدي لقد تركت لكما أرضا وهذا كيسة من الذهب فليختر كل منكما ما شاء. فراغ مات الأب فراغ حزن الولدان كثيرا فراغ أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه أخذ الولد الأكبر الأرض وبدأ يعمل فيها فراغ
ازداد ثروته فراغ الولد الأصغر فقد أخذ ينفق من الذهب والذهب ينقص يوما بعد يومين. باوك كم أم كلماتان معنهيتو أم كلماتان أكتا أم فراغانو كمعنى أم جملانا طاوكا السيارة الذهب بيت خالي الشجرة المدينة الأرض أغلى من فراغ قرية أجمل من بناية أعلى من الدراجة أرخص من بيت جدي أقرب من تو أو كلمات أنا كيت أم فراغانو يعني معنى جملة كي بيطاوكي.